شاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة ثانية في هذا الصباح، مستمرين معاكم في حواراتنا المختلفة. وحوار هذا الحوار هنتكلم فيه، يمكن تابعنا كلنا في الأيام الأخيرة حالات التسمم الغذائي اللي حصلت يمكن لتلاميذ كتير في محافظات مختلفة في الجمهورية، ابتدت من محافظة سوهاج وكان آخرها حالات التسمم الغذائي اللي حصلت في محافظة المنوفية. وفي الإطار ده أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي ليها وقف توزيع التغذية المدرسية في جميع محافظات الجمهورية اعتبارا من أمس من وقت صدور هذا القرار. وزي ما أشار البيان، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر إيقاف صرف وجبات التغذية المدرسية سواء الجافة أو البسكويت، وكذلك أيضا الوجبات الموجودة بمخازن المدارس على مستوى جميع المديريات التعليمية. وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة من كافة الأجهزة المعنية بالدولة للوقوف على أسباب حدوث تلك الحالات اللي ظهرت مؤخرا وإجراء التحقيقات اللازمة ووضع الآليات المناسبة والكفيلة بعدم تكرارها مرة أخرى في المستقبل. وزارة التربية والتعليم أيضا قالت أنها شكلت لجان لمتابعة وفحص الوجبات المدرسية بالمديريات لمعرفة أسباب وقائع هذا التسمم اللي حدث لعدد كبير جدا من التلاميذ بعدة محافظات، ولفتت إلى تحويل الموضوع برمته إلى الشؤون القانونية التابعة للوزارة. هنتكلم عن هذه الحادثة وهنتكلم أيضا عن سبل الوقاية منها في المستقبل وعن الوسيلة المثلى لتغذية الطلاب والتلاميذ في المدارس. وبيسعدني أن يكون معايا في الاستوديو الدكتور محمد الحوفي أستاذ التغذية بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، أهلا بك. أهلا بك. اسمعني في البداية دكتور، نخرج لمتابعة تقرير بيتكلم أي أكثر عن تفاصيل هذه الوقائع حالات التسمم، ونرجع لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام. انطلاقا من حرصها على صحة طلاب المدارس، أوقفت وزارة التربية والتعليم بشكل مؤقت صرف وجبات التغذية المدرسية وكذلك الوجبات الموجودة بمخازن المدارس على مستوى جميع المديريات التعليمية لحين إشعار آخر، وذلك بعد وجود نحو 5000 حالة اشتباه بالتسمم بعدد من المدارس بسبب تناول تلك الوجبات. ويأتي القرار بعد تشكيل مجلس الوزراء للجنة مختصة من كافة الأجهزة المعنية بالدولة للوقوف على أسباب حدوث مثل تلك الحالات التي ظهرت مؤخرا وإجراء التحقيقات اللازمة ووضع الآليات المناسبة والكفيلة بعدم تكرارها مستقبلا. وتختص اللجنة الوزارية أيضا بإجراء تقييم شامل لجميع جوانب منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية والتوصل لنقاط الضعف وعرض تقريرها على رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع. ولأهمية الحدث طالب عدد من أعضاء البرلمان بإلغاء وجبة التغذية المدرسية بدلا من الوقف المؤقت للحفاظ على صحة الطلاب، وأيضا لوقف إهدار المال العام حيث تبلغ تكلفتها سنويا نحو 1 مليار جنيه من ميزانية الدولة، وللوقوف على أسباب تعرض التلاميذ لحالات التسمم تواصل الأجهزة المختصة تحقيقاتها في الحادث، كما تكثف الرقابة الإدارية حملاتها على مصانع الوجبات المدرسية لمتابعة الإنتاج ومدى توافر المواد الخام وسلامة المنتج حتى وصوله للمدارس. وعلى نفس النهج شدد عدد من خبراء التغذية بضرورة المتابعة المستمرة لمصانع الوجبات المدرسية للتأكد من استيفائها للاشتراطات اللازمة، وقد أكد آخرون ضرورة الاهتمام بالنظافة ونظام التخزين داخل هذه المصانع مع توقيع غرامات في حالة مخالفتها للاشتراطات الصحية بجانب توقف المصنع عن توريد إنتاجه. برحب بكم مرة ثانية، برحب بضيفي دكتور محمد الحوفي أستاذ التغذية بجامعة عين شمس. أهلا بك مرة ثانية دكتور. المدرسة بتعتبر هي المكان الوحيد بجانب البيت اللي ممكن أن الطالب أو الطفل بيكتسب فيه بعض المهارات الحياتية المهمة. ما هي
السبل اللي تخلي المدرسة مش بس اكتساب مهارات حياتية ولكن عادات غذائية سليمة. بالتأكيد قبل ما نتكلم في وقائع الأزمة اللي حصلت، يعني عايزين نعرف ايه دور المدرسة في تربية الطفل صحيا وغذائيا. هو طبعا لازم البرامج المدرسية يبقى فيها جزء فعلا عن الوعي الغذائي، نوعي الأولاد وفي نفس الوقت برضو نوعي الأسر. يعني كمان الحقيقة الوجبة المدرسية المفروض تبقى خيار جيد، والطفل يعرف ازاي ياكل كويس وازاي طبعا ياكل حاجة لها قيمة غذائية عالية ومفيدة بالنسبة له. طبعا احنا نتيجة لظروف مصر عندنا ما نقدرش ندي الوجبة في الصورة الحالية بتاعتها، لكن في الخارج الحقيقة بيعملوا ما يسمى بالحدائق المدرسية. حدائق المدرسية الطفل بيزرع النباتات وياخدها يغسلها وينضفها ويطبخها وياكلها. هنا بقى دي اللي هي فيها ان هو بننمي المهارات الحياتية بتاعته، ويعرف بقى العلاقة بين زراعة الغذاء وتجهيز الغذاء واكل الغذاء وازاي ياخد خيارات غذائيه مفيده وصحيه بالنسبه له. بس علمه وعن صعبه اهميه التغذيه طبعا، بس ان هو مجرد اكل مدعان وكل علشان يشبع وخلاص. اهميه التغذيه والطفل بيحس فعلا لما هو بياكل وجبه، لان في كتير من الاطفال برضو بيهملوا وجبه الفطار. وجبه الفطار دي وجبه مهمه جدا جدا، وفي نفس الوقت طبعا دي لها علاقه بزياده التركيز اثناء المدرسه اثناء الفصل الدراسي، وبالتالي بيزود التحصيل بتاعه. فهو بياخد الوجبه المدرسيه بتاعته في فتره البريك، هنا بتبقى برضه يعني وجبه الفطار مهمه يمكن لكل الناس مش بس للاطفال، ولكن هل اهميتها بتزيد للاطفال في سن النمو؟ طبعا وجبه الفطار هو طبعا ده بياخد اللي هي كل الاحتياجات بتاعته اللي هو هتخليه يكمل اليوم بتاعه بنشاط وحيويه. يعني هو نفسه بيحس بنفسه ان هو مركز اكتر وفي نشاط اكتر، وبالتالي تحصيل دراسي افضل. يعني الهدف من تقديم وزاره التربيه والتعليم للوجبه الغذائيه للطالب هو ان الطالب يحصل على وجبه غذائيه سليمه وكامله. اعتقد ان هو ده الهدف الاساسي، ولكن فعلا الهدف اوسع كمان من كده، لان هو الدوله دلوقتي بتصرف ما يقرب من مليار جنيه على الوجبات المدرسيه. مليار جنيه مبلغ كبير طبعا بتيجي، يعني برنامج الغذاء العالمي بيساهم بجزء من هذه المبالغ، بس الغالبيه على حساب الدوله. ميزانيه وزاره التربيه والتعليم ولا ميزانيه منفصله عن ميزانيه التعليم؟ طبعا ميزانيه خاصه اعتقد وزاره الشؤون الاجتماعيه بتساهم بجزء كبير في التغذيه المدرسيه. الهدف الحقيقي كان منها ان هو عشان الطبقات الفقيره من الشعب المصري تضمن انها تدي له وجبه تغطي له جزء من الاحتياجات بتاعته. فهي الوجبات اللي بتقدم تقريبا بتغطي من 10 ل 20% من احتياجاته اليوميه، وهو بقيه اليوم بقى بيقدر يغطيها من خلال الوجبات الاخرى اللي بياكلها داخل البيت. النقطه الثانيه الحقيقه وجدوا ان لها تاثيرات ايجابيه، ان نسبه الحضور بتبقى مرتفعه، ان التسرب من التعليم بيقل، ان الطالب بيحب المدرسه اكتر، وفي نفس الوقت كمان احنا بنشيل تكلفه من على الاسره الفقيره، ان انا بديله وجبه. طبعا دي بتقلل شويه برضه من الاعتماد على الاسره شويه ماليا، يعني كده بنوفر للاسره شويه. بغض النظر عما يقدم بالفعل، ايه هي مواصفات الوجبه السليمه اللي يجب ان يحصل عليها الطالب من المدرسه؟ هو طبعا احنا الوجبه بتتحط على اسس، والاسس دي المفروض بنشوف ايه النقص اللي عند الاطفال بتوعنا، وفعلا عندنا يعني نسبه عاليه قوي من الاطفال بيعانوا من الانيميا. فاحنا لازم نغطي نعالج هذا الموضوع، وفي نفس الوقت بقى نغطي له جزء من احتياجاته من الكربوهيدرات اللي هي النشويات، جزء من احتياجاته من البروتين، جزء من احتياجاته من الاملاح المعدنيه. دي يبقى احنا لازم الوجبه تكون ذات قيمه غذائيه عاليه ومفيده للطفل. النقطه الثانيه كمان الحقيقه لازم تكون الوجبه طعمها حلو والطفل يستمتع بيها، لان هو اذا ما كانش، لانه كان الحقيقه حصل اخطاء قبل كده في يعني فترات من سنين فاتت، كان احيانا الوجبه الطفل بيرفض ياكلها ويرميها هو خارج في البريك، وتلاقي ناس قاعدين قدام باب المدرسه بيلموا الحاجات دي ويعيدوا بيعها مره اخرى. يبقى لازم يكون طعمها حلو والطفل يحبها. النقطه الخطيره بقى دلوقتي انها تكون امنه،
ما ينفعش بقى ان انا ادي وجبه غير امنه بالنسبه للطفل، وممكن تسبب له مشاكل صحيه، ممكن تسبب له تسمم زي الحالات اللي حصلت الفتره الاخيره. هي ايه طبيعه الوجبات اللي بتقدم للطلاب بالفعل في المدارس المصريه يعني، بتكون عباره عن ايه؟ هو في كذا نوع الحقيقه، بيختلف من مكان لمكان الحقيقه. في طبعا وزاره الزراعه عندها مخابز بتقدم فطيره محشيه عجوه، ده احد انواع الوجبات المدرسيه. في مدارس ثانيه بتقدم بسكوت، علبه بسكويت. في مدارس ثانيه بتقدم عيش مع حلاوه، وفي مدارس بتقدم عيش مع جبنه مثلثات اللي هي الجبنه المطبوخه، واذا تاثر في بعض الحالات احيانا بيدوا ثمره فاكهه. دي نوعيات الوجبات الحاليه اللي هي بتقدم في المدارس المصريه. وهل النوع ده من الوجبات باختلاف انواع اللي حضرتك ذكرتها بتعتبر وجبه كافيه ووجبه مكتمله غذائيا بالنسبه للطفل؟ هو طبعا احنا بنحاول، هي الحكومه بتحاول تسد جزء من احتياجات الطفل، لان صعب طبعا انها يعني هي لها تكلفه. فهنا يعني هي معقوله لغايه دلوقتي، معقوله وكويس ان الحكومه بتقدمها وقادره انها تكمل في هذا الاتجاه. لكن عشان اقول بقى وجبه متكامله، طبعا دي هتبقى اكثر تكلفه بالنسبه للحكومه يعني. يعني ده افضل، لكن هي بتغطي جزء من زي ما قلت حضرتك، بتغطي جزء تقريبا تصل الى 20% من احتياجات الطفل اليوميه، وده يعتبر برضو يعني انجاز كبير. 20% من احتياجاته اليوميه، حاسس انها وجبه واحده وعنده بقى بقيه وجبات اللي هو بياخدها على مدى اليوم. حضرتك يعني ذكرت ان دي اهم وجبه، وجبه الافطار بتعتبر اهم وجبه بالنسبه للطفل، هي الوجبه اللي بيتناولها في المدرسه. هل ممكن يبقى في بدائل اخرى في خلال في حدود الامكانيات المتاحه تقدر تقدم للطفل في المدرسه؟ والله الحكومه دلوقتي برضو يعني في بعض الجهات بتفكر تقدمها في صوره سناكس، حاجات جافه شويه عشان تبقى صلاحيه افضل وتعيش افضل وما تفسدش بسرعه. الحقيقه طبعا يعني طبعا في وجبات سخنه بس يعني بتقدم في المدارس الداخليه، ودي صعب ان احنا نقدمها على مستوى المدارس الابتدائيه وفي المحافظات، طبعا دي بتبقى افضل بكتير يعني. في كمان ان احنا ممكن طبعا كانتين المدرسه بيلعب دور كبير جدا في تغذيه الاطفال بقى، سواء القادرين وغير القادرين. بس مشكله كانتين المدرسه الحقيقه ان هي بتقدم فيه كل الاغذيه اللي هي غير صحيه. في اتجاه كنا بنتكلم بالتاكيد عن موضوع كانتين المدرسه ده، انه بيقدم كل الممنوعات يمكن للاطفال يعني كلها. احنا مش عايزين نقول اسماء تجاريه ولا حاجه، ولكن موضوع البطاطس اللي هي كلها ملح والحاجات دي، السناكس السريعه دي اللي كلها ما فيهاش قيمه غذائيه، فالمفروض فعلا يقدم الشوكولاتات والحلويات اللي هي كلها سكريات. سكريات عاليه بتزود النشاط عند الطفل، وبالتالي النشاط لما بيزيد بيبقى على حساب التركيز بتاعه. لكن كان المفروض يبقى فيه هيلثي فود في الكانتين زي ما موجود في العالم الخارجي. لازم يكون فيه البان، لازم يكون فيه زبادي، يكون فيه فواكه طازجه مغسوله ومتقطعه، خضروات جاهزه ومغسوله ومتقطعه، بحيث طبعا هنا يبقى يلاقي الطفل حاجه لها قيمه غذائيه. لكن المشكله ان هو حتى لما بيكون الام حريصه انها توكل ابنها كويس في البيت، بياخد المصروف بتاعه اليومي ويضطر يشتري طبعا من الكانتين ايه بتاع المدرسه كمان السوفت درينك، المشروبات الغازيه الموجوده فيه، يعني لو في عصائر طبيعيه افضل بكتير كمان يعني. مفيش رقابه على كانتين المدرسه بتاعتك؟ للاسف مفيش رقابه على كانتين المدرسه، وفعلا حصل مشاكل في بعض المدارس من كانتين المدرسه. كان احيانا مثلا يجيب بعض البيكر برود، المخبوزات قوس البيتزا والحاجات دي، من اماكن مش نظيفه، وسببت حالات كتير من التسمم واصابات كتيره الحقيقه. طيب حالات التسمم الكتير اللي حصلت في الفترة الأخيرة، يمكن سوهاج، محافظة سوهاج كان فيها بداية هذه الحالات، وتعدت 2000 تلميذ تسمموا في سوهاج وغيرها من المحافظات انتهاء بالمنوفية. لسه التحقيقات جارية علشان الوقوف على أسباب هذه الحالات، ولكن ممكن نرجعها بمنتهى البساطة لسبب أو سببين، ممكن تكون إيه أسبابها؟ انا في البدايه برضه عايز، عندي ملحوظه غريبه يعني، انا مستغرب وجود الحالات دي كلها في توقيت واحد في اكثر من محافظه. هي فعلا غريبه عليها غريبه يعني، يعني فدي والله ظهرت في نفس التوقيت، في نفس التوقيت في اكثر من محافظه يعني، في الوجه البحري والوجه القبلي، ومن مصادر يعني مصانع مختلفه يعني، مش من نفس المصدر يعني. فده ان شاء الله التحقيقات طبعا هتبين لنا الاسباب الحاجات دي كلها ايه. ولكن هي الحقيقه المنظومه اكيد فيها خلل معين،
لان احنا عندنا دلوقتي يعني كونسبت جديد او مفهوم جديد بيطبق في مجال الاغذيه اسمه من المزرعه الى المائده او من المزرعه الى بق الطالب نفسه. يعني لازم المنظومه كلها تكون متكامله. يعني انا براقب الاغذيه من اول وهي كماده خام داخله في الصناعه، براقبها داخل المصنع، وبراقبها اثناء التعبئه والتغليف، ثم اثناء النقل، ثم اثناء التخزين، لغايه ما توصل للايه للطالب. طبعا الفتره اللي فاتت دي بعض الجهات الرقابيه راحت فتشت على بعض المخازن وعلى المصانع، لو المصانع فعلا بعضها في قصور جامد جدا في عمليات النظافه، يعني مثلا مش متوفر احواض لغسيل الايدي، الارضيات مش نظيفه، فيها شقوق متراكم فيها المياه اللي هي ممكن تكون مصدر تلوث، الشبابيك الحوائط مش نظيفه، الشبابيك معلقاش سلك عشان يمنع دخول الحشرات، يمنع دخول القوارض، الحاجات دي كلها. وبعدين نيجي برضو يعني احنا مشكلتنا كمان ان احنا بنحلل في الاخر ونقول ايه ده الوجبه دي مطابقه وتاريخ الصلاحيه تمام. هي الموضوع مش موضوع مطابقه في النهايه وموضوع تاريخ صلاحيه في النهايه، لان هو المفروض انا دلوقتي حالات التسمم دي راجعه اكيد ده اما لميكروبات تسمم او السموم اللي بينتجها الميكروب. وطبعا ممكن الميكروب يكون مات والسموم موجوده خلاص، يعني مش شرط يكون انتهاء صلاحيه. لا طبعا مش يعني ممكن خلال الصلاحيه برضه يسبب نفس المشكله المكونات، لذلك انا والمكونات كمان ممكن ما تبقاش نظيفه. يعني انا بحط ناس بعمل يعني فطيره بالبلح، هل العجوه اللي انا مستخدمها دي عجوه نظيفه ولا لا؟ طب الجبنه اللي انا مستخدمها دي برضه نظيفه ولا لا؟ فلازم هنا بقى عمليات التحليل تبقى على المراحل كلها، اول اعمل تحليل على الماده الخام، تحاليل بعد الصناعه، وتحاليل كمان بعد التخزين قبل ما توصل لايه للطالب، علشان يبقى انا بتاكد ان الخطوات كلها تمت سليم. وفي نفس الوقت بقى لازم ما اخدش من اي مصنع، لازم اخد من مصانع تكون واخده شهادات، وفي شهادات دلوقتي اسمها الهاسب او شهادات تحليل المخاطر. لو المصنع واخد الشهاده دي يبقى اقدر اتعامل معاه، لكن واخد الايزو والحاجات دي كلها، لكن اي مصنع طبعا ما نقدرش نتعامل معاه. لما اعمل مناقصه ويتقدم لي مصانع اروح اراقب اول على المصانع اشوف هل هي مؤهله انها تورد وجبات مدرسيه ولا لا. لو ما كانش مؤهل خلاص. وبعدين برضو بنلاحظ ان احيانا جهات بتتصدى لموضوع التوريد ونفاجئ انها مشغله شركات اخرى من الباطن. هي دي برضو من ضمن المشاكل. النقطه الخطيره الحقيقه ان احنا عندنا المخازن الاغذيه لازم تتشال مبرده ولازم تتنقل مبرده. المخازن طبعا في الصيف بالذات كمان درجات الحراره بتبقى عاليه جدا جدا، ومع تكدس الاغذيه داخل المخزن ومفيش تهويه ومفيش تبريد، وطبعا هنا في فرص برضو لنمو الميكروبات اللي هي سبب لي مشاكل. فهنا لازم المخازن فعلا تكون مبرده، النقل يكون مبرد. وبعدين ابص بقى التكنولوجيا كمان اللي مستخدمه في الصناعه. يعني انا دلوقتي لو انا عايز استخدم جبنه مطبوخه في نظام اسمه نظام اليو اتش تي، اليو اتش تي ده الترا هاي تمبريتشر، ده بيبقى بيدي صلاحيه اطول وبيدي درجه امان عاليه. فدي ده بالنسبه للجبن اللي هي الايه الجبن المثلثات، لان في مصانع ما عندهاش التكنولوجيا دي. ما اتوقعش درجه في صناعه الجبنه نفسها، التكنولوجيا في صناعه الجبنه ما اتوقعش ان درجه الامان في المثلثات اللي طالعه من المصانع البسيطه دي هتبقى بالدرجه اللي هي موجوده في المصانع الكبيره اللي هي بتقدم التكنولوجيات المتقدمه اللي هي نظام اليو اتش تي. نفس الحكايه بالنسبه لالبان الشرب. اللبن الشرب برضه افضل ان انا استخدم اللونج لايف اللي هو اليو اتش تي عن الالبان الطازج. طيب ده الحقيقه يعني دور على الدوله وعلى المنتجين والمصنعين يجب ان يعني ما يغفلوش عنه وينتبهوا ليه بشكل كبير في الفتره القادمه. اللي عايز اتكلم بقى فيه اعتقد انه ممكن يكون سؤال اخير في حوارنا هو دور الاسره الاب والام في التربيه الغذائيه السليمه للطفل. يمكن احنا مجتمعنا بشكل عام معظمه بيعاني من سوء تغذيه، سواء لقله الموارد او سواء لقله المعرفه بالتغذيه السليمه اللي يجب ان يبنى بها الجسم السليم. دور يعني ايه هو الدور المنوط على الاب والام والاسره بشكل عام في تربيه الطفل غذائيا بشكل سليم؟
هو الحقيقة برضه سؤال مهم والحقيقة الإجابة عليه تبتدي إن لازم الأب والأم يكونوا موديل، يعني نموذج مثالي للتغذية السليمة، لأن الطفل طبعا بياكل زي الأب والأم بقلتهم. فلازم إن هما فعلا يكون بياكلوا كويس. يعني ياكلوا كويس يعني إيه؟ يعني عندهم خيارات غذائية سليمة، يعني اختاروا دايما الحاجات ذات القيمة الغذائية العالية. يعني مثلا إحنا بنقول لازم نركز على الخضروات وطبعا تكون مغسولة كويس، ولازم نركز على الفواكه برضو، لازم ناخد جزء من البروتين خصوصا البروتين الحيواني، وجزء برضو من البروتين النباتي بالإضافة للكربوهيدرات. كمان برضو طرق طهي الطعام، لازم يكون جزء من هذا الطعام طازج، لأن عمليات الطهي عندنا أحيانا بيبقى لها تأثير سلبي على القيمة الغذائية، بتتلف جزء من الفيتامينات اللي هي موجودة. فطبعا طبق السلطة ده يخلينا نتطرق لطبق السلطة، لازم يكون طبق رئيسي، ودايما الطفل يتعود إن هو ياكل طبق السلطة، لأن للأسف الولاد عندنا دايما متعودين ياكل السندوتش اللي هو العيش، وإذا كان جواه جبنة، إذا كان منتجات لحوم، الوجبات السريعة مع الأسف السريعة تأثير طبعا مفعول السحر عند الأطفال طبعا، وبحبوها طبعا، لأن هنا بيبقى الأشكال عن الفطر والأشكال والطعوم اللي بتنضاف طبعا بتبقى الهدايا مع الوجبات غيرها من المشكلة. الكامبين الحقيقة طبعا في التلفزيون لها تأثير قوي جدا جدا على خيارات الأطفال يعني. وهنا يجي طبعا دور الأم والأب إن هم دايما يكونوا موديل كويس، ويكون الأكل في البيت هيلثي فعلا. برضو محتاجين الأب والأم يكون لهم دور أكبر، خصوصا في موضوع الوجبات السريعة ده، يعني إزاي نقدر نلهي الطفل عن الوجبات السريعة والسناكس والحلويات والشوكولاتات دور الام هنا والاب اللي هو البوكس اللي هو اللانش بوكس اللي بياخده الطفل الصبح ورايح المدرسه، مش مجرد ان انا اعمل له سندوتش فيه مصنعات لحوم وخلاص او جبن، لا، انا المفروض برضو ممكن اجهز له قطعه من الخضروات متقطعه بطريقه ان هو يقدر ياكلها بسهوله، فاكهه متقشره ياكلها بسهوله، الحاجات دي كلها برضو رايح مثلا معاها ليله يكون فيه زبادي، كوبايه زبادي، ممكن يكون علبه لبن رايب بالفواكه، لبن برضو بالفواكه، الحاجات دي كلها لازم يكون لانش بوكس فعلا ليه قيمه غذائيه عاليه، وما نكتفيش بقى بالحاجات التقليديه اللي هي بتتكرر يوميا. والطفل طبعا بيصاب بالملل منها، لانه بياخد تقريبا سندوتش تقريبا شبه يومي من حاجات شبه ثابته، فبيجي بعد فتره طبعا ايه ما يعني بيملها، ويبقى عايز يغير حاجه تانية، ويبتدي بقى يتجه للكانتين اللي هو اللي احنا قلنا عليه ان هو للاسف الشديد برضه ما بيقدمش المثالي من الاغذيه يعني. بالتاكيد نتمنى ان كلام حضرتك يكون وصل لكل اب ولكل ام تحديدا، لان الام هي بالتاكيد المسؤوله عن تربيه الطفل غذائيا بشكل سليم. ونتمنى بالتاكيد ان حالات التسمم لا تتكرر مره اخرى، وان يتم الوقوف على اسبابها بشكل حقيقي وتلافيها في المستقبل. في النهايه انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار دكتور محمد الحوفي استاذ التغذيه بجامعه عين شمس، بشكرك لوجودك يا دكتور. شكرا.